وتفقد الطير فقال ما لي لا تظل بظل شجرة فوقها أربعة من الطير يتحاكون. فسمع صوت الأول يقول ليت الناس لم يخلقوا، وقال الثاني ليت الناس لما خلقوا علموا لما خلقوا، وقال الثالث ليت الناس لما علموا لما خلقوا انشغلوا بما علموا، قال الرابع ليت الناس لما علموا لما خلقوا انشغلوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا ففازوا بالجنة. ايها الاخوة المؤمنون، يقول عبد الله الوسطي ما الجديد في حج هذا العام؟ قالوا امرأة وجدناها تتحدث بالقرآن، قال سألت عنها إلى أن وصلت إليها فأقرأتها السلام. السلام عليك، قالت سلام قولا من رب الرحيم. من أين أتيت؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أمتزوجة؟ قالت وهذا بعلي شيخا. قال هل لديك أولاد؟ قالت أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ما أسماؤهم؟ قالت واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل. قال معي زاد أتريدين أن تأكلي؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما. قال معي راحلة أتريدين أن تركبي؟ قالت وما تفعلوا من خيري يعلمه الله. عند الركوب قالت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. عند الاستواء قالت سبحان الذي سخر لنا هذا. عند النزول قالت رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أتى المساء فنادت لأبنائها، أتى المساء فنادت لأبنائها قائلة فليذهب أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. قال ذهبت عنها فجئت في العام الثاني أسأل فلم أجدها، فعلمت أنها قد لقيت الله. أتتني في المنام في نفس الليلة، سألتها يا أمة الله كيف لقيت الله؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله الوارث منا، واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. الله الذي خلق فسوى، الله الذي قدر فهدى، الله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، خلق السماوات فهي سبع سماوات كما تعلمونها، فكادت المخلوقات أن تكون على سبع كما خلقها ربها. السماوات سبع سماوات، الأراضين سبعة أراضين، أيام الأسبوع سبعة أيام، مراحل خلق الإنسان من سبعة أشياء، رزقه من سبعة أشياء، سجود المصلي لربه على سبعة أعضاء، الطواف حول بيت الله الحرام سبعة أشواط، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، رمي الجمار سبعة جمرات، سجن يوسف عليه السلام سبع سنوات،
قال الملك في رؤياه: إني أرى سبع بقرات وكذلك سبع سنبلات كرامة الحق للمصطفى صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما تأملت في السماوات من بغير عمد قد رفعها قلت سبحان الرحمن. لما نظرت في الأرض من الذي مدها وبسط الرزق فيها لعباده قلت سبحان الرحمن. نظرت لمنصة التلاوة الآن وجدت عليها علما قرآني ربيب البيت النعماني فضيلة القارئ العلم الشيخ طه محمد النعماني قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية مسك الختام في هذا المقام. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الأرض رجا إذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما
أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يشتهون
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مخضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا لأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
وأصحاب اليمين. وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما
الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم
بما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا
إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. إنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين.
صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار نسألك ربنا يا أكرم الأكرمين وأعدل العادلين وأسرع الحاسبين أن تجعل ثواب ما تلي ونوره هدية مباركة واصلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المقربين وإلى روح الأم الغالية الراحلة الكريمة وسائر موتى المسلمين. اللهم عاملها بالإحسان إحسانا وبالإساءة مغفرة ورضوانا. عاملها ربنا بالذي أنت أهله لا بالذي هي أهله. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون سعدنا وإياكم بمسك الختام من فضيلة القارئ العلم الشيخ طه محمد النعماني قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ مسجد الإمام عمرو بن العاص بمدينة القاهرة في هذا المقام القرآني التكريمي الكبير مشاركة لآل الطحلاوي الكرام في ليلة التكريم لحرم الراحل الكريم الحج زكي أبو عيسى ومشاركة للحج عبد النبي الطحلاوي مشاركة للحج مسلم الطحلاوي والحج أحمد الطحلاوي مشاركة للحج محمد بدوي الطحلاوي مشاركة للأستاذ محمد والأستاذ أحمد زكي أبو عيسى. نشكر باسمهم لكل من توافد لهذا المقام القرآني الكبير قيادات وزارة الدفاع وقيادات وزارة الداخلية وكذلك رجال منصة القضاء العادل بجمهورية مصر العربية وأيضا إلى نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية ونقابة الأطباء وإلى رجال التربية والتعليم والأزهر الشريف والأوقاف وإلى رجال وزارة التنمية المحلية وإلى كل من توافد من عمد ومشايخ البلاد من داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة بالإنارة الذهبية والأعمال الضيافية والهندسة الإذاعية لمخازن الحج أشرف الأطروني بطوخ محافظة القليوبية وقناة المهندس أحمد الجعبري. تحياتي لحضراتكم جميعا. عامر أبو سلامة مقدم البرامج الدينية محافظة الإسماعيلية وشكرا فضيلة الشيخ موسى صقر وشكرا للسادة العلماء الأفاضل في هذا المقام القرآني الكبير. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.